مستشفى شهداء الأقصى، مراسل التلفزيون العربي عبد الله المقداد. عبد الله، تفاصيل أوفى عن ما جرى؟ أهلا وائل، نبدأ بالمنطقة الجنوبية من قطاع غزة. قبل قليل وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف منزل سكني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. المعلومات الواردة من هناك تشير إلى أن القصف المدفعي تركز على وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بصورة كبيرة، ومع دخول ساعات المساء ازدادت وتيرة القصف المدفعي هناك. بالتوازي مع ذلك، كانت قد وصلت عدة إصابات جراء إطلاق النار من المنطقة الغربية في خان يونس. هنا في مستشفى شهداء الأقصى، قبل نحو نصف ساعة من الآن وصل عدد من الإصابات والشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف منزل سكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. المصادر الطبية تتحدث عن 6 شهداء وأكثر من 15 مصابا، بينهم نساء وأطفال، وجميعا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. في شمال القطاع لا زالت عملية القصف ووتيرة القصف المدفعي العنيف مستمرة، بالتوازي مع الغارات الجوية والأحزمة النارية العنيفة في محيط مراكز الإيواء في شمال القطاع، تحديدا في منطقة جباليا. حتى هذه اللحظة لا زالت وتيرة القصف المدفعي عنيفة جدا على الأحياء السكنية هناك. عدد كبير من القذائف سقط بشكل عشوائي على منازل المواطنين هناك. هناك معلومات تتحدث عن سقوط عدد كبير من الإصابات وعدد من الشهداء، وحتى هذه اللحظة لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليها جراء شدة القصف. وبالتالي المشكلة الأكبر اليوم في شمال القطاع وائل هو أن هذا الكم الكبير من الإصابات يأتي في ظل توقف الخدمات الطبية بشكل كامل في المنطقة الشمالية وفي مدينة غزة تحديدا. اليوم خرج آخر مستشفى كان يعمل في هذه المنطقة في مدينة غزة وخرج عن خدمة وهو المستشفى المعمداني، وبالتالي لم يعد هناك أي غطاء طبي لسكان هذه المناطق سواء مدينة غزة أو المنطقة الشمالية من القطاع. نعم عبد الله، ماذا عن بقية الأوضاع، خصوصا لو ركزنا على الموضوع الإنساني، موضوع المساعدات، موضوع احتياجات الأهالي في قطاع غزة؟ يعني ربما اللافت اليوم هو للمرة الأولى منذ بداية الحرب يسمح بدخول تقريبا 40 شاحنة من الشاحنات المحملة بالبضائع الخاصة بالقطاع الخاص. نعلم جيدا بأن القطاع السلع الغذائية والمستلزمات الحياتية نفذت بالكامل، لكن في المقابل وائل المصادر تتحدث عن أن هذا العدد لا يكفي من الشاحنات. اليوم تدخل الشاحنات بشكل يومي، لكن حجم الاحتياج كبير جدا. نحن نتحدث عن 75 يوما من الحرب تقريبا ولا زالت الاحتياجات في تزايد مستمر. ما دخل من مساعدات لم يلبي أكثر من 7% من الاحتياجات. شاحنات الوقود التي تدخل لا تغطي الاحتياج المتزايد، حتى شاحنات غاز الطهي لا تلبي الاحتياجات. المساعدات الإنسانية لم تصل للجميع، وبالتالي السبب في ذلك هو عدم كفاية هذه المساعدات وتحديدا الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في الوصول وتغطية كل المناطق ذات الاحتياج. نحن نتحدث عن على سبيل المثال مدينة رفح لوحدها يوجد فيها أكثر من 1 مليون نازح، ونحن نتحدث عن منطقة صغيرة، ولك أن تتخيل هذا الرقم الكبير جدا من المواطنين والاحتياجات الكبيرة في منطقة أصلا تفتقر للكثير من المقومات الحياتية أبرزها القطاع الصحي. لا توجد مستشفيات كبيرة، لا توجد مراكز صحية كافية، وبالتالي الاحتياجات الطبية وحتى الاحتياجات الإنسانية كبيرة جدا. الأكثر والأسوأ من ذلك هو أن المواد الغذائية التي تدخل لم تعد تلبي الاحتياج الكافي، وبالتالي اليوم المواطن هنا في غزة يعيش في مأزق حقيقي سواء على تلبية الاحتياجات أو حتى على صعيد الظروف الأمنية. والأصعب من ذلك هو عدم وجود أي تحرك حقيقي وفاعل للحد على الأقل من تداعيات هذه الأزمة الإنسانية، والتي كلما دخلنا في يوم جديد كلما شهدنا تصاعدا في حدتها وانعكاساتها الخطيرة على الواقع الحياتي. عندما نتحدث على سبيل المثال 300,000 طفل اليوم أصيبوا بأمراض معدية وأمراض جلدية وأمراض فيروسية
سواء كانوا في مراكز الإيواء أو خارج مراكز الإيواء. هذه أرقام كبيرة جدا على المنظومة الصحية، المنظومة الصحية بالكاد يعني تعالج الجرحى في ظل هذا النقص الكبير، ولك أن تتخيل انتشار الأوبئة والأمراض وتزايد انتشارها بشكل كبير وموسع، وهذا كله بلا شك سيلقي بظلال إنسانية صعبة في مقبل الأيام. شكرا لك يا عبد الله. عبد الله المقداد من دير البلح.